بلادنا. نذهب معكم مباشرة مشاهدينا إلى الخبر التالي، وفيه السيادي لا تفريط في أمن السودان. قال عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا يوم الخميس إنه لا تفريط في أمن السودان مهما كلف الأمر، وأكد أن السلام هو أعظم مهام الحكومة الانتقالية، ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الإدارات الأهلية خلال الفترة الانتقالية، وأشار إلى أن خطوات وضع اللبنة الأساسية للسلام تمضي بصورة ممتازة، والاجتماعات المشتركة تعقد أسبوعيا لغرض تأسيس دولة سودانية حديثة تلبي طموحات الشعب السوداني. وخاطب العطا بكسلة ورشة تحديات السلام التي نظمتها الولاية بالتعاون مع مفوضية السلام وجامعة كسلة، وحث قيادة حكومة الولاية على عقد اجتماعات للتفاكر حول الوضع الاقتصادي ومعاش الناس وإشراك المركز لتسيير دفة العمل، وطلب لجان الأحياء بالعمل بالتنسيق مع شرطة الولاية للمحافظة على الأمن والحد من الجريمة والتهريب لتعزيز السلام الذي يمثل أولى المهام وفقا للوثيقة الموقعة. أبدأ من حيث انتهيت، مطالبة لجان الأحياء بالعمل مع شرطة الولاية لعدد من النقاط منها المحافظة على الأمن، الحد من الجريمة والتهريب، وهذا له علاقة وصلة بالحدود لكنها الشرقية من من البلاد، وكل ذلك لتعزيز السلام. ليس قصر على الشرقية، نعم. أيضا هناك تهريب الحدود الغربية. أولا لو تتذكر قبل 3 أسابيع تحدثنا عن عندما تحدثنا عن السلام عن أهمية السلام فيما يعرف ب culturalization يعني peace culturalization ثقافة السلام. ثقافة السلام لا تتأتى من خلال طاولة المفاوضات، لذلك نريد أن نثمن مثل هذه الورش التي والندوات التي تتحدث عن السلام وتداعياته، لأننا على علم اليقين بأن الحرب يمكن أن يفعلها طرف واحد، أما السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من طرفين أو أكثر، فلذلك هذا الأمر مهم. والسلام إلى جانب أنه أحد الأركان الثلاثة لهذه الثورة، حرية سلام وعدالة، فالسلام يعني ركن ركين، فلذلك السلام لا يقتصر على أن تضع الحرب أوزارها فحسب، بل السلام يتبعه الاستقرار، والاستقرار يتبعه التنمية المستدامة، فلذلك هذه النقطة من المهمة. الأهم من ذلك أيضا إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصاد الاستقرار الأمني، يعني إذا الدولة بسطت السلام يستصحب ذلك بسط الأمن، فلذلك بدلا أن تركز في المحاربات والصراعات الداخلية والصراعات مع الحركات المسلحة، تركز في مراقبة الحدود، مراقبة يعني متطورة مستفيدة من المعينات والأدوات والتكنولوجيا الحديثة من الدول الغربية. ثانيا الولاية المعنية لا يكون همها في مسألة هذه الحروب بين السودانيين أنفسهم، لكن يكون همها في أن تؤمن مداخل ومنافذ ولايتها. ما يتعلق بكسلة، كسلة تعاني من أمرين مهمين في هذا الإطار. الأمر الأول وهو من أخطر الأمور الهجرة غير الشرعية، لأن صارت كسلة هي منفذ ضمن منافذ أخرى للهجرة غير الشرعية التي منها إلى الخرطوم، ومن الخرطوم إلى البحر، ومن ثم إلى الدول التي تعاني من تلك المسألة. النقطة الثانية وهي يقع عبرها على المواطن سواء كان في الخرطوم أو نيالة أو الجنينة أو دونغولا أو بور السودان، وهي مسألة الاقتصاد. يعني التهريب ده ليس قاصر تأثيره على مواطن كسلة، هذا على مواطن السودان، لأن هنالك بعض السلع الضرورية المدعومة دعما غير محدود تذهب إلى دول الجوار
بينما المواطن في أمس الحاجة أن يستغل مثل هذه السلع المدعومة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن أينما كان داخل السودان.